مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأعزاء في هذا المقطع الجديد. أنا عندي مشاكل بزاف، عندي مشاكل في هذه الشهور الأخيرة بزاف، عندي واحد النوع من الاضطراب، كنعيش في واحد الفوضى كبيرة. نعطيك واحد المثال بسيط عليا باش تقدر تفهم الوضعية ديالي. شي واحد سكير، رجل سكير، ولا شي واحد متشرد، ولا شي حاجة بحال هذه هي الوضعية ديالي. انا كنعيش في واحد الفوضى وواحد التزفريت فوضويه، وتخربق ليا كل شيء، تخربق ليا الاصدقاء، فهمتيني؟ انا تخربقت كليا، كلي تخربقت، وبغيت نعاود ندير البيلدينغ لنفسي، فهمتيني؟ بغيت نعاود نبني راسي. كنحس براسي بلي انا ماشي هو انا، ان داك الشيء اللي انا باغيه ماشي انا. انا بغيت نكون واحد الحاجه واحده اخرى الاصدقاء، بغيت ندير البيلدين براسي، بغيت نعاود نوض، بغيت نعاود نخرج من الفوضى هذه. بحال شي واحد اللي كيعيش في واحد الادمان وفي واحد الغيبوبه هو انا. كنعس تنفيق وما كندير والو، اي دونت دو ناتين، ما كندير حتى شي حاجه. دونك هذا الشيء تيعصبني، يعني انني بغيت ندير شي حاجه في هذه الحياه هذه. هذه الحياه هذه تيخصني نديرو فيها شي حاجه، تيخصنا كل نهار نتعلمو شي حاجة إضافية. ما خصناش ها انت دابا راه 11، أنايا عينيا من فوقي، أنا ما تعلمت والو هاد النهار، يعني أنايا نهار عندي خاوي. بحال أنا ما عايش في هاد الحياة، بحال ما كاينش أنا، أني إكزيست، بحال أنا مدفون في شي قبر. I don't want that thing. I want to build myself. أريد بناء نفسي أيها الأصدقاء. كيفاش غادي نبني نفسي؟ غنتقاد وغنتنظم، ما غنبقاش عايش فوضوي. المعان غادي يتغسلو، كلشي غادي يتغسل، الحوايج غادي يتصبنو، كلشي غادي يتريقل. غنتغير اصدقاء، غنتغير. هاد الفوضى هادي ما غتبقاش. انا عندي فوضى، انا عندي الظلام، عندي فوضى والظلام. انايا غادي ندير مكتبة، غندير مكتبة، غادي نحيد هادشي كامل، هادشي كامل غيتحيد، كلشي غادي يتحيد، غنخوي الدار كاملة، وغادي نصبن الحصاير كاملين اليوم، وغنصبن كلشي. ليتس جو. نعيش في فوضى، فوضى عارمة، سيئة. مبقيتش نعيش في فوضى. يلا نمشيو نطلعو نعطيو الماكلة للفراخ، ونعطيوه واحد شوية د الشحمالة قصقة في الصينية للفروش. مع هاد البرد كتصلح ليه الشحمة خيسوس. فين نطلع عند العصافير؟ هاد الفترة هادي هي اللي ننصحكم تشريو فيها البيروش، الفترة ديال شهر 3 شهر 4 فين تقداو البيروش، وتقداو البيروش يكونوا كبار باش يبيضو لكم ويفرقو. حيت اللي كان صغير تيبيض، تيخصو تيبلغ تيكبر. اليوم غادي ندير التغيير. اليوم ما غاديش نبقى سكير، ما غنبقاش سكير. انا الوقت ديالي كامل عشت وانا سكير، فهمتيني؟ في حالتي سكري وحالتي من الغيبوبه. باش كنسكر انا السكره ديالي هي اتاي وافلام الرعب. مع البرد كيعجبوني افلام الرعب، كنتفرج في الافلام، نتفرج في الافلام حتى تنغيب، نقلب على شي جن يخرج، ما تيخرجش حتى واحد. عزيز عليه الشحيمة، يبتليع الشحيمة ابتلاعا. هاد الشحيمة ها هي الشحيمة، ها الشحيمة ها مطيشة، ها الحيمة، ها الحيمة. درت واحد المخطط ان كل شيء اللي كاين هنايا غادي نورغانيزيه، غادي ندير واحد المكتبه
غنقاد واحد المكتبه تمايا نوريها لكم غنصيبها فيها غير الكتوبه باش الكتوبه ما يبقاوش مشتتين. مكان ديال الادوات التكنولوجيه، واحد المكان غادي ندير فيه غير الخرده اللي هو هاد البلاصه هادي غتكون فيها غير خرده فهمتيني، ملف غادي نجمع فيه داك الوراق ديالي، ومكان غادي ندير فيه البريزنت الهدايا. ليتس جو. انا والو باغي نتغير اليوم وخرتي الريح بزاف وصبات الشتا عليا وانا تنصبن، ولكن بغيت نصبن وصلت للهدف ديالي، صبنت الحصاير كاملين، دابا غادي نمشي نتغدى. لا بسم الله، نتمنى كل حدا الحوايج فهمتيني، لحقاش قادر اديهم ليا الريح، مع هذا الريح والبرد، بسم الله الخو بسم الله، خسارة مع هذا البرد يا سهل، كنموت انا في البشطة الحارة. صافي الله يتسقع عنايا وحق الله. كانت واحد الشويه ديال الشميشه في الصباح، ولكن دارت لي عامره في قاويه، هي رجات صبنت وهي تصب الشتا. الله 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 الله، الله. ما عندي ما نحيد انا، صافي الشتا دابا. هي المكتبة غادي تجي مربوعة، وهاد المكتبة غادي يكونوا فيها طبقات، طبقة عليا وطبقة سفلى، غادي الطبقة العليا وغادي الطبقة السفلى، كنحط كتب فهمتيني، كتب الفوق وكتب التحت، وعاوتاني غادي ندير واحد الطبقة وحدة أخرى، واحد الطبقة التحت. ونحس الخنشوشي يا الأصدقاء، خنشوشي ناض فيها الريع، الحوايج نشفو، نشفو في النهار الثاني، واليوم اللي أنا ما غنصبر ما والو، الشمس على الجهة تبارك الله، كيبان لي غادي نخلي الموسطاش، فهمتيني، غادي نحيد الشي الآخر وغادي نخلي الموسطاش. يمكن الموسطاج هو وفاء الخير، غادي نحيد الموسطاج ونقدر بنتلافة. دابا معا كينوض الشعر هنايا خصو ضروري ينوض هنايا باش كيطرا التوازن في الدماغ ديالي فهمتيني، الموسطاج هابط هنا والشعر هابط هنا كيتوازن الدماغ ديالي، دابا معا هنايا مخي طاح لتحت فهمتيني، خصني دابا نقادو غنوض الموسطاج شي تقاد. انا دابا وصلت للهدف اللي بغيت، الحصيرات قادات، كلشي تقاد، صبنت حوايج، فهمتيني، مازال عندي بعض المتاعب واحد اخرين، وهي هاد المكتبة هادي، هاد البلاصة هادي عزلت فيها الكتوبة ديالي كاملين بوحديتهم، غادي نرتبهم بوحديتهم باش نترتب حتى انا في الدماغ ديالي، لانك باش تكون ناجح تيخصك تنظم الحياة ديالك، وانا غادي ندير داك العيبات ديال الديكورات، وديك البلاصة غادي ندير فيها الخردة. فهمتي باش نتقاد الاصدقاء، لان بعض المرات كطرا وكتحس بالفشل وكتحس بالانهيار وكتحس باللي انت داك الطريق اللي غادي فيها ماشي هي هذيك، كطرا بزاف ديال الناس، كتكون كتقرا في المدرسه ما كتجيبش نقطه في الدوره الاولى مزيانه اوكي، ولكن كاينه دوره ثانيه ممكن انك تجي فيها نقطه مزيانه وتنجح، خصك تحفظ، خصك تثابر، الحياه فيها مكافحه، لما كافحتيش ما غادي دير والو في الحياه،
كذلك كاين الناس اللي تيكونوا مدمنين يتعاطوا الكارو. واحد المره قال لي واحد الصديق قلت كمي الحشيش بزاف، قال لي باش كتكمي الحشيش الا كميتي الحشيش الحياه ديالك تتوقف كدير بوز، وفوقاش كتبدا عاوتاني الحياه ديالك وفوقاش الا كتقطع الحشيش عاد كتفيق، فهمتيني؟ لان الخمر، الخمر هو كل ما خمر العقل، هادشي اللي كيتسمى الخمر، لانه كيدير واحد الخمار على العقل، بحال كتولي عمى ما كتشوفش، فهمتيني؟ هادشي اللي كاين الاصدقاء، تنشكركم على المتابعه، عطيني جوان باش نفيق، هذيك معلومه غلطه قالها لكم واحد المغني سميتو الصنور، قال لكم عطيني جوان، عطيني جواني باش نفيق، باش نحل عيني، لا راه كميتي جوان كيتغمض لك العينين. هادشي اللي كاين الاصدقاء، شكرا لكم على المتابعه. شحال من مره سقطتي في المسار الدراسي ديالك؟ انا سقطت في المسار الدراسي ديالي ثلاثه المرات اربعه المرات على ما اذكر، ديما كنطيح وكنوض، ولكن خصك ديما تنوض. هادشي اللي كاين لايك لايك سبسكرايب.